سلبيه خايبين. ياك يعني كاينين تحيه للناس اللي مزيانين، تحيه لهم بزاف بزاف. ان كانت ماما، واخا كانت ماما عمرهم ما عاونونا الصراحه، حيت ماما هي اللي كانت كتخدم بالليل وبالنهار. تحت في بزاف ديال المشاكل وما لقيتش اللي عاونني. ما لقيتيش اللي عاونني؟ ما لقيتش اللي عاونني لا ماديا ولا معنويا. ملي تنطيح نمرض حتى شي واحد ما كيجي عندي. عندي مرض نفسي، كنت على الامراض النفسيه والاعصاب، وعندي الصرع الطبي. الصرع الطبي؟ الصرع. ونسأل الله السلامة والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني بغيت نشوف لك غير شي حل. يعني ما عندكش الصهر؟ اش غادي نقول لك، راه ماشي ما كاينش الصهر، راه شي حاجة كثار من ما كاينش الصهر. ما كاينش الصهر، عرفتي شنو هي؟ تبغي تطلب من بنادم مساعدة ويبقى يصوني عليك ويقول لك شي حوايج خايبين. خايبين مسكين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. يعني بلا شك عرفتوا هذه البنيته، هذه البنيته الزوينه تبارك الله، اللي تتعاني من الامراض، ما نقولوش نفسيه، يعني نقولوا الاعصاب، الصرع الطبي. والصرع الطبي يعني الشابه الجميله اللي هي بنت خميسات، اللي الناس بزاف يعني غادي تعاطفوا معاها وتعاطفوا معاها حتى معنويا. هاد الشابة اللي ماتت ماماها وكانت قاسية عليها الموتة ديال ماماها، ما تقبلتهاش، ومسكينة عاشت نفسيا تتفكر في ماماها، وتتمشي حدا القبر ديال ماماها وتتبقى تبكي حدا القبر ديال ماماها، تتقول يا ماما لمن خليتيني وانتي اللي كنتي السند ديالي. وهاد السيدة هادي تنحاولوا حنا في المباشر باش نواسيوها، يعني تتجي باش تدوز معنا عبر موقع معكم، ولكن الهدف ديالها بغات المغاربه يكونوا الاهل ديالها، يكونوا خوتها، يكونوا والديها، يكونوا يعني يديروها عائلتها، لانها مسكينه عندها واحد بغات المعنويات. تقول لها شي حاجه ماشي حتى اللي تبقى تبكي، حيت هي واحد الانسانه حساسه. الله يجازيكم بالخير، ما تجرحوهاش في الكومونتير، واللي قادر يتعاون معها ولو يتعاون معها عيب البارطاج وبالكلام الطيب ديال الله يسهل عليك بنيتي. السلام عليكم ابنتي، كي دايره لاباس؟ سلام شويه الحمد لله. الله يحفظك. انت فيك واحد المرض قلتي حتى نفسيا تتعيشيه؟ عندي مرض نفسي، كنت على الامراض النفسيه والاعصاب، وعندي الصرع الطبي. الصرع الطبي؟ الصرع. انت محتاجه المعنويا اكثر من المادي، يعني محتاجه الماديه ولكن المعنوي اكثر، يعني محتاجه ديك الكلام الطيب. يكون غير الناس كيقولوا شي كلمه طيبه، ولا الاقل غير يدعيو معاك. يدعيو معاك؟ غير يدعيو معاك، هذيك احسن حاجه من انه يبقى بنادم يصوني عليك، ايوا اختي ديري ليا ابيل فيديو نصيفط لك الفلوس، ديري مثلا معايا علاقه. علاقه تيقولوا لك دير تليفون. تيقول لك ديري معنا علاقه في التليفون. التليفون لا حول ولا قوه الا بالله، يعني هذا الشيء مؤسف. باش بقى الانسان خص الانسان يعاون، يعني كاين بعض الناس، ماشي كلشي اللي ما قدرش يعاون ماديا، يعني يعاون غير معنويا، يعني مثلا غير الدعوه زوينه. دعوه زينه يعني يدعي معاك حتى الله يسهل عليك. مسكينه. كي دايره انت خوتك الصغار اللي عايشين؟ يعني اشنو تاكلوا اشنو تشربوا؟ صراحه نطلب من الناس المساعده، ولا تندير شي منشور مثلا فيسبوك. وبعض المرات كاينين كنلقى شي ناس اللي مزيانين والاغلبيه خايبين. ياك يعني كاينين تحيه للناس اللي مزيانين، تحيه لهم بزاف بزاف. يعني تبع الخوت الله يجازيكم بالخير، بغيت نعرف شكون. المهم تنتمنى وحنا بعدا بالدور ديالنا تنبغيو نساعدوا الناس ونعاونوا الناس، يعني بحال هاد الحاله هادي ماشي الهدف ديالنا باش غادي يعني نطلعوه في المباشر باش غادي نقول لك اخويا انا مني ماتت ماما تكرفست بزاف. ماتت ماماك تكرفستي؟ تكرفست بزاف. كيفاش تكرفستي؟ دوي شويه بالجهه شويه، كيفاش تكرفستي ابني؟ يعني تحت في بزاف ديال المشاكل وما لقيتش اللي عاونني. ما لقيتيش اللي عاونني؟ ما لقيتش اللي عاونني لا ماديا ولا معنويا. ملي تنطيح نمرض حتى شي واحد ما كيجي عندي.
لا عائلتي لا حتى شي واحد الصراحه ما نكذبش. ومن تطيحي بنتي وتمرضي شكون اللي تيعرفك؟ شكون اللي تيجي عندك؟ شكون اللي تيواسيك؟ واخا انت العائله ديالك راها ميسوره. خويا الصغير. خوك الصغير. خوك الصغير لا حول ولا قوه الا بالله، راه هو جالس مسكين ما عندوش. واخا بالنسبه لك انت بنت عائله ميسوره، يعني عائلتك ما عندهم وما عندهمش. وي الحمد لله، ولكن ولكن زعما يعاونوني؟ لا ما تيعاونوكش. لا حتى وان جاو يجيو يتكبروا عليك ويمشيو بحالهم. ياك. وملي كانت ماماك الله يوليها برحمه الله. حتى وان كانت ماما، واخا كانت ماما، عمرهم ما عاونونا الصراحه، حيت ماما هي اللي كانت كتخدم بالليل وبالنهار. بالنهار باش تعالجني. مسكينه ماماك. نعم. يعني ماماك هي كانت هي السند ديالك قبل الموت ديالها الله يوليها برحمه الله. واخا منين ماتت ماماك بغيت نعرف الاحساس ديالك، باش كيفاش تعيشتي مع الوقت ديك الساعه؟ اول حاجه جاتني صدمه. جاتك صدمه؟ الصدمه كانت يعني جاتني صدمه على صدمه، ولكن اكبر صدمه عشتها في حياتي هي الموت ديال ماما. موت ديال ماما ما تقبلتهاش. واخا بنتي قلتي تسمح لي ما بغيتش نشرك بالله، ولكن ما تقبلتيهاش. ما قدرتش. واخا دايم لله سبحانه وتعالى البقاء لله. قلتي لي بلي تمشي حدا القبر ديال ماما وتنبكي. اها اشنو تتقولي؟ بغينا المشاهدين يعيشوا معك القصه ديالك الحقيقيه، اشنو تتقولي حدا القبر ديال ماماك؟ تنقول غير كون كانت مازال عايشه ياك ما غاديش نتقاس بحال هكايا. غادي تقابلك؟ غادي تقابلني. كتقابلني كتحن عليا بزاف، كتخدم علينا يعني. تسول فيك. يعني الله يرحمها كانت واحد المراه حنينه بزاف. وقتي ديك فينا بنتي غاديه عندك بنتي؟ يعني ما بقيتيش تسمعيها. بصح. يعني حتى الناس المشاهدين تنقول لهم تهلاو في الوالدين. تهلاو في الوالدين. اقسم بالله الا مشيت حتى كيمشيو. حتى تيمشيو. شتي راه ذاك الوقت اللي كنت كندوزو في التليفون ندمت عليه، كون دوزتو غير مع ماما. كيفاش كنتي تدوزي في التليفون؟ واش الوقت اللي كنتي تلعبي انت في التليفون؟ بحال هكا كنت كنتفرج، وإلا ولا كنمشي مع صحاباتي مثلا. كتخرجي مع صحابات؟ كنتي هاملة ماماك، كنتي ما تتمشي ما تتعمريش مع ماماك؟ لا ماشي كنت هاملاها. يعني كنتي ما كنت كنتفرج وصافي. الله يوليها برحمة الله، ماشي أشني هاملة، هي ما كنتيش عاطيها وقت مسكينة. لا ماشي زعما ما عطيهاش الوقت، غير هو انا ندمت على كل لحظه ما كنتش معاها. مسكينه. يعني هذيك الوقيته اللي عطيتي التليفون علاش ما نكونش مع ماما ونواسيها ونهضر معاها؟ ندمتي عليها بزاف. لو كان الزمان رجع بك للوراء اش غتقولي لماما؟ كنت مسكينه اش غتقولي؟ كنبغيها وما نقدرش نعيش بلا بيها. ياك كتبغيها؟ فكرتك بيها؟ وحشتيها؟ ياك. كانت مسكينه ديما تتعطف عليك. ها انت تمشي حدا القبر اش تقولي لها؟ ما كنبغيش نهضر في هذا الموضوع. كي اشنو غيوقع لك؟ كان ما تطيحيش. نقدر طيحي بحال داك. لا لا ما تطيحيش. كنبغيش نسكت. ياك الاحسن بلا ما تهضري عليها. الله يوليها برحمه الله. امين يا رب. واخا دابا انت بالنسبه لك الحياه بقى الحياه وتبدلت الحياه بالنسبه لك؟ بالنسبه ليا انا ما تكلش، يعني حتى الصحه واحد الحاجه اللي مهمه بزاف. ولكن يا بنيتي مازال زوينه، مازال الف واحد يتمنى. دابا اللي شافني هكا غيقول هذه ما خصها خير، هذه عايش المظاهر راه خداعه، هذه ما خصها حتى خير، هذه عايشه بخير وهذه لابسه مزيان. وانا راه بالعكس الحوايج راه تناخذهم غير من صحاباتي. كيفاش الحوايج تاخذهم صحابات باش ناخذ شي؟ واش تسل واش هاد اللبسه اللي جيتي عندي مسلفه مع عند صاحبتك؟ ملي كنبغي مثلا نمشي لشي بلاصه كنتسلف. حيت علاش؟ راه حيت علاش؟ راه ما عندي حتى باش ناخذ العلاج ديالي. يعني هاد اللبسه اللي واخده قالت لك راه مسلفه مع عند صحاباتها باش جات تصور بها. الله يجيب لك بنيتي شي لبس يا ربي يا ربي. واخا بالنسبه لك اختي على قلت الله كبار يا ربي يفرح كل مسلم يا رب العالمين. حنا الهدف ديالنا ندخلوا الابتسامه بحال هاد البنيتات هادو، هادي بنتنا تتبقى اختنا وبنتنا الخوت. بارطاجيو الله يجازيكم بالخير، واللي بغى يتعاون معاها ولو بالبارطاج وما تجرحوهاش. الله يجازيكم بالخير، ما تجرحوهاش ما تجرحوهاش. واخا فيما تضيق بك تدعي الله وتتجي لعندي. شنو هو الرساله ديالك اللي بغيتي نوصل لك للمشاهدين الكرام؟
هي عاونوني اللي قدر يعاونني كيما قلت ماديا، بغيت شي واحد يتعاون معايا باش نقدر حتى انا على الاقل نحس غير بداك الشعور ديال الصحه، ديال العيشه الصحه، ديال الصحه. بشحال الثمن ديال الدواء اللي انت تطلب لك ديال الدواء؟ كل مره وشنو، كاينه بعض المرات 600 درهم، بعض المرات 500 درهم، والطبيب ديالي يعني كل شهرين خاصك تعطيه 300 درهم. وبالنسبه حتى للدار باش نسكنوا فيها ما كايناش عندنا غير كارين. غير كارين شحال كارين؟ 800 درهم. 800 درهم في خميسات. في خميسات يعني خميسات فيها الكرا رخيص. المهم ماشي بحال الدار البيضاء، الحمد لله الدار البيضاء غالي فيها الكرا، مازال خميسات فيها الكرا رخيص. كريم 16000 ريال بالضو بالماء ولا عيب بالماء؟ لا تطلع لكم ب 1000 درهم تقريبا بحال هكا. كيف ديرها بنتي لهاد 1000 درهم منين تجيبيها؟ كما قلت لك اخويا تنطلب الله وربي تيدير ليا سبب، وكندير شي منشور بحال هكا، وكاين الله المنشور الله سبحانه وتعالى كيسخر لك، كيسخر ليا. واخا علاش ما فكرتيش ديري شي قناه في التيك توك ويدعموا الناس بحال هاد البنيتات هادو اللي خصكم تدعموا عباد الله، بحال هاد الناس اللي تشاركي الهم ديالك مع الناس؟ تيك توك تيك توك تيدعموا غير الناس اللي مشهورين، الناس اللي مشهورين ماشي الناس اللي ما عندهمش. وبالعكس خصهم يدعموا الناس اللي ما عندهمش. لا اللي مشهور راه عنده الفلوس. اللي مشهورين هما اللي تيدعموا. انا كنلاحظ هاد الشيء بزاف، كندخل التيك توك كنشوف باللي تيدعموا الناس اللي مشهورين، اللي مشهورين وعندهم، وما كيدعموش هادوك المساكن اللي واخا ما عندهمش. بنتي رسالتك الاخيره للمشاهدين شنو بغيتي تقولي لهم؟ الله يرحم لكم الوالدين، الا بغيتوا تعاونوا معايا تعاونوا معايا لله في سبيل الله، حيت انا ما بقيتش قادره على ان شي واحد يبقى يصيفط ليا ويقول لي شي حوايج خايبين. بحال هاد الحوايج بغينا نعرفو، بحال هاد الحوايج ما تصيفطوا لياش فيديوهات خايبين؟ ما تصيفطوا لك فيديوهات خايبين؟ كاين هذا المشكل ماشي عندك بنتي، ما عند كلشي، كاين عند الناس اللي تيدوزوا معنا بزاف. لا حول ولا قوه، كاين اللي تيقولوا لهم بغينا نتزوجوا بك، بغينا وانت تتنفي الزواج، ما بغيتيش الزواج. حيت انا والله اقسم لك بالله انا دابا كاينه معاك وصحتي كترعد عليا والله. انا راه ما هزت حتى راسي، كيفاش غندير نهز الراجل والمسؤوليه ديال الراجل؟ يعني الراجل مسؤوليه خصك طيبي ليه. دابا انت المجيه وجايه بشويه، ما تقدريش تمشي؟ ما كنقدرش نتمشى بزاف مسكينه. واخا اللي بغى يساعدك كي غيدير يساعدك؟ النيميرو ديالي تفضلي. 06 46 30 63 36. نتمنى لك الخير يا بنتي. امين يا رب. يا ربي يا مفاجاه على كل مسلم. مشاهدي الكرام كنتوا معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. يا اللي بغى يتعاون مع هذه الشابه هذه يتعاون معها، راها مسكينه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هاد الشابه هذه راه محتاجه للمساعده، واللي ما بغاش يتعاون معها يبارطاجي باش غادي يكون هو السبب لشي محسن اللي يعاون هاد البنت. هاد البنت هذه يعني ما تسماماها مسكينه، يعني فيما تضيق بها تتصل عبر موقع معاكم، تجي مسكينه تدوز المباشر ديالها باش تحكي القصه ديالها للناس. هاد البنيته هذه بعيده عن الحرم، هاد البنيته هادي تتنفي قالت لكم انا راه ما تنديرش الحرام وما باغاش الحرام، والناس اللي تيتصلوا بيا تيطلبوا مني الحرام تنقول لهم عيشوا بطريقه اخرى، انا راه باغا على الحلال، باغا نعيش عا بالحلال. الحلال هي تعاونوها في سبيل الله، راه حتى من هاد الحويجات راه عطاتهم لها صاحبتها بجر، راه ماشي ديالها، قالتها بوجه مكشوف، قالت لكم بان هاد الحوايج راه مسلفاهم. الله يجازيكم بالخير، اللي بغى يعاون هاد الشابه ما عليه يقول على الرقم ديالها اللي هو الرقم ديال 06 46 30 63 36. نتمنوا الخير. مشاهدين الموقع معكم، كنت معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، الى بث اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.